يا حافظ احفظني يا السلام عليكم، كيف حالكم يا صحبات؟ اسمي نور إيزابيل جزمن. اسمي نور فجرين عدنا بنت محمد فوزي. اسمي نور فهانا بنت محمد زيد. اليوم نريد أن نذهب إلى المركز التجاري، تعال معنا. احفظني يا حافظ احفظني، سيحمي السنتري معها. هنا ماذا تريد أن شكرا لك على الشكر. عفوا.